يا صباح الخير، نبدا اليوم الثاني بميكنوس. مرحبا بك المتابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. فاجأ غيث مروان الجميع من خلال ستوريهات انستغرام بخبر تواجده باليونان لإنهاء عطلته الصيفية من هناك، فعم بيشارك نشاطاته ويومياته مع المتابعين على انستغرام. يا صباح الخير، نبدأ اليوم الثاني بميكنوس وشوفوا شوفوا الناس قاعدة صياعة، شوفوا الصياعة، شعب صايع والله ميكنوس صايع. أما أسامة مروة فغادر السعودية امبارحة من بعد ما تواجد بمؤتمر الجيمينج والإي سبورت اللي أقيم هناك تحت شعار العالم القادم، فتوجه لبيته بدبي. أما أحمد النشيط وبنين ستارز فمتواجدين حاليا مع بعض بلوس أنجلوس بأمريكا، حيث عم بيشاركوا تفاصيل رحلتهم من هناك، والجمهور عم ينتظر لقائهم بأنس وأصالة نظرا لتواجدهم بنفس البلد. فتواجد بنين ستارز وأحمد النشيط بأمريكا منعهم من حضور إيفنت نور ستارز اللي احتفلت من خلاله بإطلاقها لحمرتها الجديدة، فنور أطلقت حمرة خاصة بها بالتعاون مع ماركة المكياج العالمية ماك، واحتفلت بذلك بإيفنت أقيم بدبي بحضور عدد كبير من الانفلونسرز، وبهالمناسبة أطلقت أغنية عن حمرتها بالإيفنت. أما أنس الشايب فغادر دبي من قبل يوم وصار متواجد حاليا بالأردن لزيارة أهله وأصدقائه هناك. وبيسان إسماعيل فصرحت أنها حتسافر اليوم لبلد ما زارته من قبل، فحط الجمهور الأردن من بين الاحتمالات وأنها حتلتحق بأنس هناك، وهالاحتمال عموما خاطئ لأن بيسان زارت الأردن من قبل. أما قمر الطائف أعلنت عن تواجدها رسميا بالأردن وتجهيزها لمفاجآت من هناك. وبالحديث عن قمر الطائف، إشاعات كثيرة عم توصلها بخصوص خضوعها لعمليات التجميل، فأجابت قمر عن كل هالإشاعات بلايف على تيك توك ونفت هالإشاعات وذكرت أنها ما قامت بأي عملية تجميل. فقمر تحدثت من قبل عن موضوع عملية التجميل وخصوصا عملية تجميل الأنف، فصرحت أنها من الممكن تخضع لهيك عملية مستقبلا. وإشاعات كثيرة أيضا طلعت عن قمر بخصوص صلحها مع نور مار، حيث رجح البعض أنهم التقوا ببعض فترة تواجدهم بتركيا وظهورهم مع بعض بسيارة واحدة، ولكن هالأخبار تبقى مجرد إشاعات وغير مؤكدة نهائيا، وعم ينتظر الجمهور الصلح ليتم بينهم. وتحدث البعض عن إمكانية وجود خلاف بين قمر الطائي وحسام السيلاوي، وما أكد ذلك هو عدم معايدة قمر الطائي للسيلاوي بمناسبة عيد ميلاده 21 واللي احتفل فيه قبل يومين، فقمر ما نشرت ولا ستوري بخصوص هالموضوع، مما دفع الجمهور للشك أنهم على خلاف، وتواجد قمر بالأردن خلى الجمهور ينتظر لقائهم أو لا. أما لانا محمد فمتواصلة بنشر ستوريهاتها المثيرة للجدل، حيث دائما بتغني أغاني وقت تواجدها بالسيارة، وبيشوف الجمهور كلمات الأغاني بتكون مقصودة ليوتيوبرز معينين ومن بينهم يا إما نور مار أو قمر الطائي نظرا للخلاف اللي بينهم، فآخر ستوري لها كان هالستوري. أما عائلة نارين بيوتي فصاروا متواجدين كلياتهم بدبي، فوصلت أم نارين قبل يومين لدبي وشفنا لقاء نارين وأمها من بعد فراق دام أشهر عديدة من خلال هالستوري.
تعالي أما شيرو فغادر الأردن ووصل لدبي امبارحة، وجلال أيضا وصل لدبي امبارحة من بعد ما غادر السويد. فسبب تواجد عائلة البيوتي بدبي هو الاحتفال بعيد ميلاد سيدرا، حيث احتفلت سيدرا بعيد ميلادها 20 امبارحة، فكل عام وسيدرا بألف خير. والاحتفال كان بحضور عدد كبير من اليوتيوبرز وأصدقائهم المقربين، فمن بين الحضور كان كل من أسامة مروة، لانا ولين، وبيسان إسماعيل والضياء وبرهوم مع الراوي وبيكي وشهد وسياماند وموفلوكس. فتواجد موفلوكس بعيد ميلاد سيدرا فاجأ الجميع، فمن قبل عدة أشهر تداول البعض إشاعات كثيرة حول وجود خلاف بين نارين بيوتي وموفلوكس، مما سبب عدم لقائهم لعدة أشهر من بعد ما أعلنوا عن صلحهم بفيديو يوتيوب من قبل فترة جدا طويلة. فشو رأيكم أنتو؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات.